بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في شرح درس من دروس القراءة، وهو درس بعنوان في منتصف الطريق. نبدأ معا في قراءة الدرس. اجتمع الأصحاب كعادتهم، وكان الدور على مروان ليعرض قصته التي اختارها، فقال: إن قصتي بعنوان في منتصف الطريق. تقول القصة: كان العم سعادة رجلا طيبا، لديه قطعة أرض صغيرة يزرعها هو وولداه أمير وحبيب. توفي العم سعادة وترك قطعة الأرض لولديه، يتعاونان في زراعتها وحصادها، ثم يبيعان المحصول في نهاية الموسم ويقتسمان ثمنه معا. كان أمير متزوجا وله 3 أطفال، بينما كان حبيب يعد نفسه للزواج من فتاة طيبة من أهل القرية. يعني كان الأولاد مجتمعين، وكان الدور على ولد أو طالب اسمه مروان ليعرض، يعني يقدم قصته أمام الأولاد المجتمعين أو الآخرين. القصة كانت بعنوان في منتصف الطريق، وكان بتدور أحداثها حول رجل طيب يسمى العم سعادة. هذا الرجل لديه، يعني عنده أو يملك قطعة أرض يقوم بزراعتها بمساعدة ولديه حبيب وأمير. لما توفي، يعني مات ومضادها عاش أو ولد، لما توفي العم سعادة ترك هذه الأرض لولديه ليتعاون في زراعتها ويحصد المحصول. حصاد يعني جني أو جمع المحصول. وكان في نهاية كل موسم يجتمع الولدان يبيعان المحصول ويقتسمان الثمن معا، يعني كل واحد من الأولاد يأخذ النصف. كلمة الموسم هي أوان ظهور الشيء، يعني الوقت اللي بيظهر فيه الشيء. مثلا في الصيف موسم للعديد من الفواكه، موسم الشتاء موسم لأنواع أخرى من الفواكه. إذن الموسم هو أوان ظهور الشيء، وجمع الموسم المواسم. كلمة ثمن جمعها أثمان. فكان في نهاية كل موسم يجتمع الأخوان ويقتسمان ثمن المحصول بالتساوي. أمير كان رجل متزوج ولديه 3 أبناء. أما حبيب كان بيستعد للزواج من فتاة من أهل القرية. كلمة يعد معناها يجهز أو يهيئ. نكمل القراءة. في نهاية أحد المواسم جلس الأخوان معا ليقتسما ثمن المحصول. قال أمير: لقد رزقنا الله يا أخي محصولا وفيرا هذا الموسم، خذ نصيبك وهذا وليبارك الله لك فيه. فأجابه: الحمد لله، لقد تعبنا كثيرا هذا الموسم وقد بارك الله لنا في هذا التعب. حمل كل منهما نصيبه من المال وذهب إلى منزله ليستريح من عناء اليوم. وعندما خلد كل منهما إلى النوم، كان كل منهما يفكر في أخيه على النحو التالي. يعني في موسم من المواسم اجتمع الأخوان كالعادة علشان يقسموا ثمن المحصول مع بعض. فأمير لاحظ أن الله سبحانه وتعالى رزقهم بمحصول وفير. وفير يعني كثير، وعكسها أو مضادها قليل أو نادر. فرد عليه أخوه حبيب وقال له أن هذا الرزق الوفير كان بسبب التعب والاجتهاد في العمل اللي قاموا به معا في هذا الموسم. ودعا لأخيه بالبركة في نصيبه، وحمل كل منهم الجزء الخاص به من المال وانصرف إلى منزله لكي ينام. كلمة عناء يعني يستريح من عناء العمل. عناء يعني تعب ومشقة، ومضادها راح. أما خلد إلى النوم فمعناها ذهب إلى فراشه لينام. عندما ذهب كل من الأخوين لفراشه، بدأ كل واحد منهم يفكر في حال الآخر. طيب يا ترى كل واحد كان بيفكر في حال أخيه، كان بيقول إيه؟ نكمل القراءة.
أمير يحادث نفسه إن أخي حبيب مقبل على الزواج، ولا شك أنه سيواجه أعباء كثيرة ولن يكفيه نصف المحصول، لذا من واجبي أن أساعده حتى يستطيع أن يتزوج. ثم قام من فراشه وحمل كيسا وضع فيه جزءا كبيرا من نصيبه وتوجه إلى بيت أخيه. وفي تلك الأثناء كان حبيب يقول لنفسه: على الرغم من أني مقبل على تكاليف زواجي، إلا أن أخي أمير عليه أعباء ضخمة، كيف أقبل أن أقتسم معه المحصول مناصفة؟ لابد من أن أعين أخي في تربية أطفاله. ثم قام من فراشه وحمل كيسا وضع فيه جزءا كبيرا من نصيبه من المحصول وتوجه إلى بيت أخيه. كلمة يحادث يعني يكلم. أمير أثناء تواجده على فراشه ليلا بدأ يفكر في حال أخي، بدأ يقول لنفسه: أخي حبيب مقبل، يعني مقدم على الزواج ومقبل مضادها مدبر، وأكيد هيحتاج مبلغ كبير من المال، وهيواجه أعباء يعني مسؤوليات ومفردها عبء ضخمة، مسؤوليات كبيرة، ويحتاج لمبلغ أكبر من المال، ونصف المحصول أو نصف ثمن المحصول لن يكفي للقيام بهذه الأعباء. فقرر أنه يساعد أخوه ويضع جزء كبير من نصيبه في كيس النقود، وبدأ يتوجه به إلى بيت أخيه. في نفس الوقت، في نفس الأثناء، بدأ حبيب هو الآخر يفكر في حال أخيه، وبدأ يقول لنفسه: رغم إقباله على الزواج، ورغم أنه محتاج تكاليف كتيرة جدا ومصاريف كتيرة جدا، إلا أن أخوه عنده 3 أولاد محتاج الكثير من المال ليستطيع أن يربيهم، يطعمهم، يلبسهم، يعلمهم، فأراد أنه يساعده في مصاريف تربية الأولاد، فوضع هو الآخر جزء من نصيبه في كيس النقود وتوجه لبيت أخيه ليساعده. وقام من فراشه، كلمة فراشه يعني سريره أو مكان نومه، والجمع فرش، وكلمة أعين يعني أساعد ومضادها أخذل. قام من فراشه هو الآخر وتوجه إلى بيت أخيه. وشاءت الأقدار أن يحدث بينهما اللقاء الرائع في منتصف الطريق، حيث أخبر كل منهما أخاه بما جاء من أجله. وحينئذ نظر كل منهما إلى الآخر في دهشة وذهول، لم يدري أحدهما ماذا يقول للآخر. ابتسم كل منهما في وجه أخيه، ثم ضحك معا وتعانقا في محبة، وقال في صوت واحد: لقد فكرنا في أمر واحد، لقد أردت أن أساعدك، أنت أخي حقا. شاءت يعني أرادت، ومضادها أبت. الأقدار مفردها القدر. معنى هذا الكلام أن القدر جمع الأخوين في منتصف الطريق، تقابل كل من الأخوين معا في منتصف الطريق، تعجب طبعا كل واحد تعجب أن الآخر جاء إلى هذا المكان في هذا الوقت المتأخر من الليل، لكن كل أخ منهم أخبر الآخر بسبب مجيئه. ولما علم كل منهم بهدف الآخر فرحوا جدا طبعا، ولم يستطع أحدهما أن يعبر للآخر عن فرحته، محدش منهم كان عارف يتكلم ولا قادر يعبر للآخر عن فرحته بحبه وتفضيل كل واحد منهم أخوه عليه، وتعانقوا معا وقالوا في صوت واحد: لقد فكرنا في أمر واحد، لقد أردت أن أساعدك، أنت أخي حقا. كلمة دهشة معناها ذهول، معناها تعجب، 3 كلمات بمعنى واحد. الموقف ده يثبت أن العم سعادة أحسن تربية ولديه، وأنشأهما على خلق حميد، وهو خلق الإيثار، وهذا الخلق معناه تفضيل الآخرين على النفس. بكده يكون انتهى شرح درس في منتصف الطريق. نتمنى أن يكون وصل لكم بطريقة مبسطة وسهلة، ونتمنى أيضا لكم جميعا دوام النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.